بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها العقد، وتفك بها الكرب، وتفتح بها أبواب الفرج، وتصرف عنا بها أبواب الشدائد والمحن. وبعد، فإن شاء الله اليوم نتكلم عن موضوع اختيار الحاكم في الإسلام. وقبل البداية في هذا الموضوع، نود أن نشير إلى أن النصوص الشرعية سواء في القرآن أو في السنة محصورة ومتناهية، بمعنى أن كل النصوص الشرعية عندنا لها حد معين، لكن الأحداث والوقائع المتعلقة بحياة الناس متجددة ومتغيرة. فعندنا نصوص ثابتة، نصوص محصورة، نصوص معينة محددة، وعندنا أحداث كل يوم بتتجدد وبتتغير حسب الزمان والمكان. كذلك أيضا الإسلام الحنيف في أمور ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، زي حكم الصلاة، حكم الزكاة، حكم الصوم، الحج، القتل، الخمر، كل هذه الأمور أمور ثابتة لا تتغير بأي حال من الأحوال، أحكامها ثابتة من أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهناك أحكام أخرى، أحكام اجتهادية، أحكام فرعية تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، بنسميها أحكام متغيرة غير ثابتة، بتخضع أحيانا لمتطلبات العصر، بتخضع أحيانا لأعراف الناس، لأحوال الناس، للأشخاص. فبنقول من هنا بنقول إن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. موضوع اختيار الحاكم، هل هو من الأصول الثابتة ولا هل هو من الأمور المتغيرة؟ اختيار الحاكم في الفقه الإسلامي من الأمور المتغيرة اللي بتخضع لأعراف الناس وأحوالهم وبيئتهم، كل بيئة حسب متطلباتها. فاختيار الحاكم مش من الأمور الثابتة اللي لازم نمشي فيها على وتيرة واحدة أو على نسق واحد. والعلماء حطوا شروط لاختيار الحاكم. هذه الشروط قد تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان، لكن أهم هذه الشروط التي يجب توافرها في الحاكم أن يكون الحاكم أميناً، أن يكون الحاكم قوياً قادراً على إنفاذ القانون وتحقيق مصالح الناس ويعني والثأر للمظلوم من الظالم وغير ذلك. إضافة إلى أن من أهم شروط الحاكم التي يجب توافرها فيه الانتماء الكامل والولاء التام للبلد اللي عايش فيها. ما ينفعش أن حاكم يمسك البلد ويكون ولاءه أو انتماءه لحد تاني غير البلد اللي عايش فيها، لابد أن يكون الحاكم ولاءه وانتماءه للبلد التي يعيش فيها. سيدنا يوسف عليه السلام القرآن بيقول لنا أو بيحدثنا عن المواصفات اللي كانت عند سيدنا يوسف اللي أهلته إن هو يعني يتولى الوزارة في مصر. فقال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يبقى موضوع إدارة الدولة ليست بالهواية، إنما لابد أن تكون بالخبرة والكفاءة. الشخص الكفء اللي عنده خبرة كافية لإدارة شؤون الدولة هو الأقدر على تولي الحكم، لكن ليس الموضوع هواية أو إن أنا بحب إن أنا أمسك الحكم أو كذا إلى آخره. كل هذه الأمور لا تفيد. فربنا سبحانه وتعالى بيأكد لنا إن الشخص الذي يتولى المسؤولية هو الشخص الكفء لها، المؤهل لها. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وسيدنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة، طلب أن سيدنا النبي يوليه إمارة من الإمارات أو يستعمله في بلد من البلدان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها تأتي يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يبقى نتعلم من قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي ذر إن الموضوع ده لابد أن يتولاه من كان مؤهلا له. وفي حديث سيدنا النبي أو في كلمة سيدنا النبي لسيدنا أبي ذر
إنك ضعيف إشارة إلى أن الحاكم ينبغي أن يكون قويا ذا شوكة، قادر على إنفاذ القانون، قادر على تحقيق مصالح الناس. لكن الإنسان الضعيف هذا لا يستطيع أن يحكم البلاد والعباد. فعشان كده سيدنا النبي لم يولي سيدنا أبا ذر، وبيقول له أن دي أمانة، والأمانة لا تكون إلا لمن كان أهلا لها. فإذا الموضوع ده لابد أن يدار بالكفاءة، لابد أن يدار بمن كان أهلا للحكم، وليس مجرد هواية أو مجرد حب للحكم أو ما شابه. طيب، طرق اختيار الحاكم، كيف نختار الحاكم أو كيف نختار رئيس الدولة؟ الإسلام الحنيف لم يضع لنا شيئا ثابتا لطريقة الحكم، إنما ده زي ما قلنا موضوع الحكم في الإسلام ده من الأمور المتغيرة التي تخضع لبيئة كل يعني بيئة كل قوم عن القوم الثاني، وتخضع للعرف وتخضع للحال، ودي بتختلف فيها الناس، كل واحد له الأعراف الخاصة به وله الأحوال الخاصة به. فعشان كده الإسلام ما وضعش حاجة ثابتة لازم نمشي عليها، ولو ما نفذناهاش يبقى احنا كده مخالفين للشرع الشريف. الإسلام ترك اختيار الحاكم، ترك الحرية في هذا الأمر للناس، للشعب، للمواطنين، هم اللي يحددوا طريقة اختيار الحاكم. ولما نيجي ننظر للخلفاء الراشدين بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هنشوف إن عملية اختيار الخليفة بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة نفسهم اللي هم أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفت من عصر لعصر ومن شخص لآخر. مدة الخلافة كانت 29 سنة، بدأت من سنة 11 هجرية بتولي سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وانتهت الخلافة الراشدة بمقتل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سنة 40 هجرية. 29 سنة دي كانت مدة الخلافة الراشدة. مع كون أن المدة دي مدة قليلة قوي، إلا أن نظام الحكم فيها وعملية اختيار الحاكم فيها اختلفت من شخص لآخر. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب للأمة كتابا يعني يبين فيه ما يختاره لهم بعد موته، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن هذا الأمر وترك هذا الأمر. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وتشاوروا في أمر من يحكم المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن الخلافة لازم تكون فينا وإحنا اللي نحكم المسلمين. فسمع بهذا الخبر الأنصار، فذهب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى الأنصار في سقيفة بني ساعدة وتكلموا معهم في هذا الأمر. وحدثت نقاشات بين المهاجرين والأنصار آلت في النهاية إلى اختيار سيدنا أبي بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستقر الأمر في سقيفة بني ساعدة على اختيار سيدنا أبو بكر. هنا اختيار الحاكم خضع لمشورة الحاضرين أو لمشورة الناس ولاختيار الناس، وبعد ذلك تمت البيعة لسيدنا أبي بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أول طريقة، أو دي أول طريقة لاختيار الحاكم، يعني استشارة الناس ويعني المثول لرأي الناس في هذا الأمر واختيار حاكم واحد. بعد موت سيدنا أبي بكر بن الصديق أو في أثناء موته يعني اقتراحا في موضوع الخلافة، وهو أن يتولى الخلافة من بعده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يبقى سيدنا النبي ساب المسلمين ما حددش حد بعده، وسيدنا أبو بكر لما جه أو قبل موته بقليل يعني استحدث أمرا آخر في تولي الحاكم، وأشار على المسلمين باختيار سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، واقترح أن يكون هو الخليفة أو هو الخليفة من بعده. وبالفعل استقر الأمر لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأصبح هو الحاكم للمسلمين. بعد انتهاء مدة خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وقبل موته، تحدث مع الناس وقال لهم: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، اللي هو يقصد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، اللي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر يعمل استحدث طريقة ثالثة،
أو طريقة أخرى مغايرة لطريقة سيدنا النبي ومغايرة لطريقة سيدنا أبي بكر ابن الصديق رضي الله تعالى. الطريقة دي وهي أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اقترح أن تكون الخلافة في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم من العشرة المبشرين بالجنة. يبقى كده سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اقترح واحد بس، سيدنا عمر لا خلفه، فاقترح أن الخلافة تكون في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف. وقال هؤلاء الستة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. وقال يحضر مجلس المشورة الخاص بالستة دول عبد الله بن عمر اللي هو ابنه، وليس له من الأمر شيء. يعني سيدنا عبد الله بن عمر هيحضر مع الستة دول بس لمجرد المشورة ولمجرد النصيحة، لكن لا يتدخل في الأمر. وبعد ذلك استقر حال المسلمين على اختيار سيدنا عثمان بن عفان. الستة دول اجتمعوا مع بعض فاختاروا من بينهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وبعد ذلك وبعد انتهاء فترة سيدنا عثمان وبعد مقتله رضي الله تعالى عنه، آلت الخلافة إلى سيدنا علي باختيار الصحابة وبمبايعة الصحابة الكرام له. فهنا عملية اختيار الحاكم في عصر الخلافة الراشدة اختلفت من عصر لعصر ومن شخص لشخص. كل فترة كانت بتخضع للظروف الراهنة، للظروف الخاصة بالبلد في هذه الفترة. فمن هنا الإسلام ما حددش طريقة معينة لاختيار الحاكم، إنما ترك الموضوع ده خاص بالناس هم اللي يحددوه حسب الزمان وحسب المكان وحسب الآلية التي يعني 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 يراها كل طائفة عن الأخرى. طيب، هل الانتخابات المعاصرة دلوقتي نحن بننتخب الرئيس أو الحاكم عن طريق صناديق الاقتراع دي مخالفة للشرع الشريف أو للهدي النبوي؟ لا، ليست مخالفة. لماذا؟ لأن احنا قلنا ما فيش طريقة محددة، ما فيش طريقة معينة لاختيار الحاكم، إنما اختيار الحاكم بيخضع لظروف كل دولة وبيئة كل دولة وحسب ما يراه أهل كل دولة في اختيارهم للحاكم. لكن في حاجة عندنا اسمها الحكم الرشيد، يعني نختار الحاكم بأي طريقة، لكن الخلاصة أو الشاهد في الأمر أن يحقق الحاكم الحكم الرشيد. الحكم الرشيد يعني أن يرعى الحاكم مصالح البلاد والعباد، وأن يقوم الحاكم على تحقيق هذه المصالح ورعاية أحوال الناس، سواء بقى جاء بطريقة الانتخاب أو بطريقة المبيعة أو بطريقة التزكية أو غير ذلك من هذه الأمور. المهم في النهاية طريقة الاختيار الحاكم تخضع حسب بيئة كل دولة، لكن في النهاية لابد أن يكون الحكم رشيدا يعمل على تحقيق مصالح البلاد والعباد. ومن هنا في حاجة اسمها المبادئ الأساسية لنظام الحكم. طريقة اختيار الحاكم تتم حسب ما يراها الناس، لكن المبادئ العامة التي ينبغي أن يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام عدة مبادئ ذكرها الشرع الشريف، منها مبدأ الشورى. ربنا سبحانه وتعالى أو النصوص الشرعية لم تتكلم عن تفاصيل النظم الدستورية، تفاصيل النظم الدستورية اللي هي اختيار الحاكم وتنصيب الحاكم واختيار الحكومة وكل هذه الأمور. الشرع الشريف لم يتكلم بشيء من التفصيل عن هذا الأمر، إنما ترك المجال لما يخضع لتحقيق مصالح العباد، وتكلم عن أمور عامة خاصة بهذا الأمر. من أهم هذه الأمور أو من هذه المبادئ الأساسية في نظام الحكم مبدأ الشورى، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني الأصل أن يكون أن الحاكم يتشاور مع أهل الخبرة، مع أهل الحل والعقد في كل الأمور، ولا يستبد برأيه في كل شيء. ومن هنا جاء موضوع المؤسسية في الدولة أو المؤسسات في الدولة. عندنا الدولة قائمة على مؤسسات، كل مؤسسة لها وظيفتها الخاصة بها، والحاكم عندما يدير شؤون الدولة يستشير أهل كل مؤسسة في التخصص بتاعها،
ولا ينفرد الحاكم بأي بكل شيء، إنما في أثناء مثلا الحرب وما شابه يستشير وزارة الدفاع، فيما يخص أمور الدعوة وما شابه يستشير وزارة الأوقاف والدعاء والوعاظ وما شابه، في مسائل التعليم يستشير وزارة التعليم وغير ذلك. من هنا تأتي المشورة اللي الإسلام حض عليها، وشاورهم في الأمر. لكن طريقة أو كيفية المشورة الإسلام تركها هنا لاجتهاد الحاكم والاختيار الحاكم، يعني كيف يستشير الحاكم المؤسسات اللي عنده دي متروكة لاجتهاد كل شخص حسب حال كل واحد. يبقى ده أول مبدأ من المبادئ الأساسية لنظام الحكم، الشورى. المبدأ الثاني المساواة. المساواة تعني تساوي جميع أفراد الشعب في الحقوق والواجبات، وينبغي على الحاكم أن يسوي بين الجميع في كل الحقوق والواجبات، ولا يفضل أحدا على أحد، ولا يفضل فئة على فئة. وربنا سبحانه وتعالى قال في قرآنه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمبدأ المساواة لابد أن يحققه الحاكم، لا يفضل أحد على أحد، وده مبدأ أصيل الإسلام أقره، والإسلام تحدث عنه في القرآن وفي السنة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا أحمر على أسود، إلا بالتقوى والعمل الصالح. المبدأ الثالث من المبادئ الأساسية لنظام الحكم في الإسلام مبدأ العدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لا بد أن يكون الحاكم عادلا، وأن يعدل بين الناس حتى مع المختلف معه. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يحملنكم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا منهم. الأصل في الحاكم أن يكون عادلا مع كل الناس، حتى مع المختلف معه. مش معنى إن أنا حاكم إن أنا أسيء إلى الشخص الذي اختلف معي أو ما شابه. يبقى مبدأ العدل ده مبدأ أصيل لابد أن يقوم عليه نظام الحكم كما أمر بذلك الإسلام. من هنا يمتاز نظام الحكم في الإسلام بالعمومية والشمولية والمرونة التي تساعد على التطبيق في كل زمان ومكان. نظام الحكم إذا قام على مبدأ المساواة، مبدأ الشورى، مبدأ العدل وغير ذلك من المبادئ التي أقرها الإسلام، فده النظام اللي أقره الإسلام. وبالتالي إذا جاء الحاكم بأي طريقة هذا لا يعنينا، المهم أن يأتي الحاكم بالأمور أو أن يحكم بين الناس بهذه المبادئ التي أقرها الإسلام، ولا يفضل أحد على أحد، ولا يظلم أحدا من خلق الله سبحانه وتعالى. طيب، في موضوع برضو متعلق بموضوع اختيار الحاكم، وهو قضية الخلافة. قضية الخلافة للأسف أصبحت الآن قضية شائكة عند البعض، وأصبح البعض للأسف يتاجر بها على حساب الدين. زي ما قلنا في بداية الحلقة، إن موضوع الحكم أو موضوع الخلافة ليست من أساسيات الدين، ليست من ثوابت الدين، إنما هي من فرعيات الدين التي تخضع لظروف كل دولة ولأحوال الناس ولأعرافهم، كل حسب حاله. فالخلافة ليست من الأصول أو من الثوابت أو من الأركان، لأن هي لم ترد في حديث سيدنا جبريل عليه السلام. سيدنا جبريل عليه السلام في حديث طويل زي ما بيحكي لنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وقال: يا رسول الله، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فقال عمر: فعجبنا كيف يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال:
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض علامات الساعة. الحديث ده بيتكلم عن أركان الدين. أركان الدين عندنا ثلاث حاجات: الإسلام، الإيمان، الإحسان. الإسلام، الإيمان، الإحسان. ومن هنا لم تأتي قضية الخلافة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما ينفعش إن أنا أخذ قضية الخلافة، القضية الفرعية دي، القضية الجزئية، واجعلها في ثوابت الدين، واجعلها قضية كلية، وبالتالي أحكم على الناس بالكفر وبالخروج من الدين إذا لم يحققوا هذا الأمر. لأن قضية الخلافة هي قضية فرعية ليست من ثوابت الدين. فبيترتب على كده موضوع الخلافة وما شابه، يترتب عليه جملة من الفتن الشديدة، منها تكفير الحكام وما شابه. وبرضو مسألة تكفير الحكام قضية خطيرة جدا جدا، يعني عمد إليها الخوارج منذ قديم الأزل أو منذ قديم الزمان. الخوارج عمدوا إلى نصوص، كما قال سيدنا عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، عمدوا إلى نصوص نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين. ومن هنا جاءت مسألة تكفير الحكام والخروج على الدولة وقتل المسلمين إلى آخر ذلك. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال الخوارج إن كل من يحكم بما أنزل بغير ما أنزل الله فهو كافر، وبالتالي يعني يحل الخروج عليه ويحل استباحة دمه وغير ذلك. الصحابة الكرام اللي رووا الأحاديث التي وردت في هذه الآية أو سبب نزول هذه الآية، قالوا بأن هذه الآية نزلت في الكافرين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، ولم تنزل في المسلمين. لأن ومن لم يحكم بما أنزل الله، إذا حملنا هذه الآية على العموم فهذا العموم يعارضه عموم آخر في القرآن الكريم: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. يبقى ده عموم وده عموم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لو حملتها على العموم ففي عام تاني بيعارضه: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. يبقى كيفية، وهنا في قاعدة كده عندنا في أصول الفقه، كيفية الجمع بين العامين تكون بالتخصيص، لابد أن نخصص. ومن هنا قال العلماء: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، معناها ومن لم يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، معناها من لم يحكم بغير ما أنزل الله جاحدا ومنكرا حكم الله سبحانه وتعالى فهو الكافر. يعني الشخص اللي لا يرتضي بحكم الله سبحانه وتعالى، ومش كده وبس، ده هو منكر لهذا الحكم، هو جاحد لهذا الحكم، فهذا هو الشخص الكافر. لكن أن تحمل الآية على العموم فهذا مخالف لقواعد الشرع الشريف ودلالات ألفاظ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. آخر حاجة، ما الواجب علينا يعني تجاه الحاكم؟ الحاكم الأصل في الحاكم أن ندعو له، ندعو الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق والسداد والصلاح والإصلاح، لأن صلاح الحاكم صلاح للأمة، توفيق الحاكم توفيق للأمة. وقال سيدنا الحسن البصري رضي الله تعالى عنه: لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للحاكم. لأن الحاكم إذا انصلح انصلحت الأمة، الحاكم إذا وفق وفقت الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإكرام الحاكم العادل، فقال: إن من إكرام الله سبحانه وتعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. يبقى من الواجب علينا أن نجل وأن نحترم الحاكم. طيب، بعض الناس أحيانا بيأخذ بعض النصوص النبوية وبيحملها على غير محملها. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. أفضل الجهاد يعني جهاد الدعوة، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فبعض الناس بيتخذ هذا الحديث مدعاة للوقوع في أعراض الحكام وغيبتهم والنميمة عليهم وغير ذلك. ولازم نلاحظ هنا في الحديث النبوي الشريف عدة أمور. أول حاجة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق. لابد أن تكون هذه الكلمة كلمة حق يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، لا أي شيء آخر. يعني أنا لما أنصح الحاكم أنصحه لوجه الله سبحانه وتعالى، وأنصحه بكلمة حق.
الأمر الآخر، لابد أن يكون هذا الحاكم جائر بالفعل، ظالم بالفعل، وثبت هذا الأمر ثبوتا قطعيا لا شك فيه. الأمر الثالث وهو الأهم في هذا الحديث هو العندية، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، يعني أنا لو عايز أنصح الحاكم أروح له عنده وانصحه بينه وبينه، ما افضحوش بين الناس، ما أتكلمش عنه في وسائل التواصل وأغتابه أمام الناس. عايز أقول كلمة حق وعايز أنصح الحاكم لله سبحانه وتعالى أنصحه عنده في حضرته. فالنبي قال عند سلطان جائر ولم يقل عن سلطان جائر. لو إن سيدنا النبي قال أفضل الجهاد كلمة حق عن سلطان جائر، يبقى يجوز لي أن أنا أتكلم عن الحاكم في أي وقت مع أي في أي مكان مع أي حد. لكن سيدنا النبي حدد لنا عايز تقول كلمة حق، عايز تنصح الحاكم، يبقى لابد أن تنصحه عنده وليس عنه. يعني هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.